تارك حال شباب، معكم شركية شركة كيف جاركم فيديو جديد. طيب شباب، قبل أبدأ الفيديو في كم نقطة مهمة أبي أخبركم عليها. أول شيء، إذا كنت من المشتركين جدد في القناة اللي اشترك على فيديوهات التوب 10، فأظن هذا الفيديو ما راح يهمك. هذا الفيديو كول أوف ديوتي زومبي تحليلات أو شيء من هالكلام، فأي بس عشان ما تشوف الفيديو ومستغرب شو هذا قاعد يتكلم. فأي هاي أول شيء. ثاني شيء، من فترة على تويتر تقريبا من 10 أيام سويت تصويت وخبرتكم إني محتار أسافر مع أهلي ولا أغطي آخر ماب زومبي. كنت فعليا محتار، أهلي كانوا مسافرين تقريبا تاريخ 20/9 ل 30/9 بوقت نزول الماب، وما راح أقدر أغطي الماب، ومعظمكم خبرني لا أسافر مع أهلك وهيك. بعدين فكرت فيها، قلت أنا قاعد أسوي فيديوهات زومبي من 2012 وقاعد ألعب زومبي من 2010 ومهتم بالقصة، بعدين على النهاية أسحب، ما دخلت العقلي إنه على نهاية القصة خلاص أسحب، فقلت لا ما رح أسافر مع أهلي ورح أغطي لكم الماب. فأي حاليا أنت قاعد تشوف هالفيديو، رح أبث قناتي الثانية، الماب رح ينزل الساعة 9 بالليل بتوقيت الإمارات، 8 بالليل بتوقيت السعودية. أظن أنت قاعد تشوف الفيديو حاليا الماب بيكون نزل، فشيك على قناتي الثانية، أول رابط موجود بالوصف أو فوق على اليمين أو على اليسار، روح هناك واشترك وشوف البث مباشرة، رح نجرب الماب وكل شيء إن شاء الله. وآخر شيء، جدا مهم تشوف هذا الفيديو قبل لا تروح وتلعب الماب، لأن هالفيديو فيه معلومات مهمة ممكن تساعدك إنك تفهم الماب الجاي وتفهم نهاية الماب الجاي. فهالفيديو فيه نظريات عن ريكتوفن زومبي، من هو ريكتوفن زومبي بالضبط، ومين ريكتوفن الصغير يلي معنا حاليا بالكروب، مين هو بالضبط. فضروري جدا تشوف هالفيديو قبل لا تلعب الماب. فيلا خلينا نبدأ بالفيديو. راح اتكلم بهالفيديو عن موضوعين جدا مهمين. اول شيء، مين هو زومبي ريكتوفن، كيف صار زومبي ريكتوفن وشو قصته، وغير هيك مين ريكتوفن الصغير اللي موجود مع الشخصيات، ريكتوفن اللي بنشوفه بالفا اوميجا، ريكتوفن اللي بنشوفه بالكاتسينات الاخيره، مين هاد بالضبط. خلينا اول شيء نبدا مع زومبي ريكتوفن. اوكي، بالفيديو اللي قبل شرحت لكم قصه زومبي ريكتوفن وكيف صار زومبي ريكتوفن وشو من الكلام كله، فراعيده بشكل جدا مختصر للناس اللي ما شافوا اخر فيديو. بعد ما نحل لغز ماب باريد ببلاك اوبس 2، نمشي مع كلام ماكسس. القصه انه نمشي مع كلام ماكسس، وماكسس بيعاقب ريكتوفن وبيحط روح ريكتوفن جوا زومبي. ريكتوفن بهذاك الوقت بيكون روحه وين موجوده؟ موجوده بالهرم الام بي دي اللي كان عم يتحكم بالايثر. فلما نعطي التحكم لماكسس بيحط روح ريكتوفن جوا زومبي. فالمهم، زومبي ريكتوفن بعدين بنشوف رحلته بالكوميك، بيمشي ورا كلام ريكتوفن الموجود بالمختبر، بيجيب له انابيب دم شخصيات ترانزيت، بيخلي شخصيات ترانزيت يروحوا يجيبوا له كتاب الاكرونوميوم، فبنشوف رحلته الكامله بالكوميك. طيب خلينا حاليا نروح شوي عن زومبي ريكتوفن ونروح لشخصيات بلاك اوبس 1. شخصيات بلاك اوبس 1 لما كانوا على القمر بيمون بعد ما فجرنا الكره الارضيه، وبعد ما حلينا لغز ماب باريد ببلاك اوبس 2 وروح ريكتوفن صارت موجوده بالزومبي، شخصيات من القمر تنفتح لهم بوابة، بيفوتوا على البوابة هاي وبيطلعوا منها بمنطقة اريا 51 اللي هو المكان اللي انتقلوا منه على القمر اصلا، اللي هو المكان كان تحت سيطرة الحكومة الامريكية. انه لما انفتحت البوابة بالقمر وراحوا على هالمكان، راحوا لبعد تاني، راحوا لعالم تاني غير العالم اللي هم موجودين فيه، راحوا على عالم ما في زومبي، ما في الارض مو متفجرة فيه. المنطقة هناك كانت من تحكم الحكومة الامريكية، فشافهم دكتور كورنيليوس بارنيل، اخذهم حطهم بالسجن، وكانوا كلهم موجودين مع عدا ريكتوفن. ريكتوفن كان موجود قلبه عم ينبض بس ميت دماغيا، ما قاعد يتكلم، ما قاعد يسوي اي شيء، لانه ما عنده روح، روحه موجوده بالزومبي، تذكرتوا. فاخذوا ريكتوفن الدكاتره الموجودين هناك والدكتور كورنيليوس بارنيل. دكتور كورنيليوس بارنيل هو نفسه الكهربائي اللي من نقتله بالفا اوميجا، قبل يتحول كهربائي طبعا. فبياخذوه لريكتوفن، بيحاولوا يعملوا عليه تجارب، بيحاولوا يرجعوه للحياه او يعيشوا عقله او شيء من الكلام. هم عم بيعملوا عليه التجارب، تنفتح عندهم جوا غرفه العمليات فتحه زمنيه، هالفتحه الزمنيه بيدخل منها زومبي ريكتوفن بعد ما خلص الرحله تبعه، بعد ما جاب انابيب الدم واعطاها لريكتوفن الصغير وكل شيء، بفوت بلمس ريكتوفن الميت دماغيا وبيختفي، بيصير هيك بدوب. مجرد ما يختفي ريكتوفن الميت دماغيا بيقوم من الغيبوبه على طول وبيرجع للحياه، فانه رجع له روحه. هي روح ريكتوفن كانت بالهرم، بعدين ماكسس ودى من روح ريكتوفن من الهرم لا زومبي ريكتوفن، بعدين زومبي ريكتوفن رجع روحه لجسمه اللي هو هذا ريكتوفن. فمشان هيك ريكتوفن عنا يا حاليا اللي بنشوفه بماب الفا اوميجا واللي شفناه بالكاتسين
هو نفسه زومبي ريكتوفن، هما الاثنين شخص واحد. فما بنعرف شو الشيء اللي صاير بينهم بالضبط، هل انه زومبي ريكتوفن مثل جني مسيطر على جسم ريكتوفن الكبير كل شوي بيتحول لزومبي ريكتوفن لما ما حد يشوفه، بس اللي شفناه انه قاعد يتكلم مع شخصيات ترانزيت بكول اوف ذا ديد وقاعد بيحكي لهم الاشياء اللي سووها. فانه زومبي ريكتوفن قاعد يخطط لشيء ما ندري شو هو، واكيد شرير، انه زومبي ريكتوفن اكيد هيكون شرير. واصلا شخصيات بالفا اوميجا كل شوي قاعدين يتكلموا على ريكتوفن الكبير انهم ما لهم مرتاحين له، وحاسين انه ريكتوفن الكبير في عنده خطه او شيء من هالكلام. ونيكولا قاعد يقول انه انا مراقبه ولا تحاول تسوي اي شيء يمين يسار. نيكولا قاعد يهدد ريكتوفن الكبير انه عيونه عليه، لانه كلهم يعرفوا انه ريكتوفن الكبير شرير، يعني حتى يسموه انت الايفر ريكتوفن، بس هم ببالهم شرير انه ريكتوفن الكبير. هو اصلا ريكتوفن الكبير الاشياء اللي سواها ببلاك اوبس 1 والتجارب اشياء مو كويسه، بس ما اظن بيعرفوا انه هو نفسه زومبي ريكتوفن، فينه يتحول ل او في روح بداخله شريرة اصلا، مو انه فقط زومبي الكبير شرير او شيء من الكلام. طيب، وحاليا عنا اشياء مجنونة عن زومبي ريكتوفن، تلميحات من زمان على زومبي ريكتوفن. اول مرة بنشوف فيها زومبي ريكتوفن بشادو اوف ايفل، شادو اوف ايفل لما تقيم بسنايبر على مثل باخرة او قارب جدا كبير بالبحيرة من بعيد بيطلع لك جنب سكير زومبي ريكتوفن، فباخرة بالمي اظن تلميح على كل ذا ديد، وهي اول مرة بنشوف فيها زومبي ريكتوفن. بعدين بذا جاينت، بذا جاينت لما نستعمل التليبوتر، بالتليبوتر بيطلع لنا وجه زومبي ريكتوفن احيانا، واحيانا بيطلع لنا وجه زومبي ريكتوفن مع ريكتوفن الكبير مع بعض جنب بعض. فمن يعني من ذا جاينت عم يلمحوا لنا انه ريكتوفن الكبير هو نفسه زومبي ريكتوفن، او هم روح واحده او راح يندمجوا اخر شيء. شيء جدا مجنون انتم شايفين الصوره قدامكم حاليا. غير هيك غلاف اول كوميك للزومبي كان صوره زومبي ريكتوفن كمان، واظن الحزمه الاخيره ببلاك اوبس 1 لما نشوف شخص ماسك مسدسين وجه زومبي، الناس قاعدين يقولوا كمان ممكن هذا تلميح على زومبي ريكتوفن، بس استبعد هالشيء، بس مفكروا فيها ممكن يكون كمان له علاقه بزومبي ريكتوفن. فنحن صراحه يعني ما ادري ببلاك اوبس 3 كيف كنا ساكتين على هالتلميحات، كان في كتير تلميحات على زومبي ريكتوفن وما كان حدا معطيها اهميه. فحاليا طلع لا، زومبي ريكتوفن فعليا شيء جدا مهم، ومن اكبر التلميحات انه ريكتوفن الكبير هو نفسه زومبي ريكتوفن بنشوفه بذا جاينت اللي ورزيتكم اياها من شوي، انه بالتليبوتر بتشوف وجه زومبي ريكتوفن على اليسار ووجه ريكتوفن عادي على اليمين او العكس. وذا جاينت فيها كمان كتير اشياء غريبه، بذا جاينت لما الشخصيات تتكلموا مع ريكتوفن الكبير ويحكي له انه دون دو ات، لا تشغل التليبوتر راح تطلق شر جدا عظيم، بعدين ما بيسمع كلامهم وبيسويها وبيطلع ريكتوفن الصغير. ريكتوفن الصغير مو الشر العظيم، فيعني شو الشخصيات كانوا عم بيحكوا له؟ ليش عم بيحكوا له لا تسويها راح تطلق الشر العظيم؟ ممكن كان قصدهم وقتها على زومبي ريكتوفن. وغير هيك سويت فيديو من 4 سنين انا تقريبا انه في اصوات مخيفه عم تتكلم مع ريكتوفن بكاتسين ذا جاينت، اصوات همسات تحكي له ساعدني دوت او شيء من هالكلام، فاسمعوها معي، ممكن هذا فعليا يكون زومبي ريكتوفن، واحد قاعد يتكلم مع ريكتوفن الكبير وهمس كانه صوت روح داخليه فيه. يعني اظن تقريبا 100% اللي قاعد يتكلم معاه والهمسات هي حاليا تاكدنا انه هي زومبي ريكتوفن. كل هالاشياء الغريبه عم تصير بماب ذا جاينت عن زومبي ريكتوفن، وفي كمان اشياء اغرب بماب ذا جاينت. ذا جاينت نسمع راديوهات للشخصيات عم بيحكوا، في راديو لديمسي لتاكيو هيك عم بيحكوا عن كلام وعن اشياء نحن ما شفناها ابدا بالقصه. ديمسي عم بيحكي انه لشخصيتي الثانيه لديمسي اللي هيسمع هالراديوهات بعدين لازم تفعل البيكن المدري ايش، وتاكيو اشياء يعني كانهم بدائره او باحداث ثانيه كليا ما شفناها ابدا. فهاي احد الاشياء الغريبه بماب ذا جاينت. تاكيو بريف ابولد اوف ذا داينج ساموراي سبيريت، ات فيلز اولموست اس ذو اي ام سبيكينج تو ماي انسيسترز، انستيد اي سبيك تو ريفليكشن اوف ماي سيلف، ذا مان ان ذا ميرور ان انذر بريس انذر تايم، اور الايز ار فيلد وذ كونفيدنس اند برافادو، بات اي ام تروبلد، ماي دريمز ار هونتد باي ا مان ان شادو. We may have failed in our mission, but at least there is now one less Richtofen to deal with. If it is any consolation, tell him that the first one is the hardest. I should know. I've killed at least 3 Richtofens. There was the one in the fire, the one with the boat hook, and the one... What?
No one told me. Sorry. Forget what I just said. وغير هيك نحن بنشوف طيارة موب اوف ذا ديد عم تطير بمابين، بنشوفها عم تطير فوق شادو اوف ايفل وبنشوفها موجودة بذا جاينت فوق، وهالمابين الوحيدين اللي بنشوف فيهم طيارة موب اوف ذا ديد بنشوف فيها وجه زومبي ركتوفن. ممكن إلها علاقة موب اوف ذا ديد متحكم الشادو مان، طيارة موب اوف ذا ديد، زومبي ركتوفن، والله اشياء جدا قاعدة تدخل في بعض. طيب خلنا حاليا نروح من ركتوفن الكبير وزومبي ركتوفن لركتوفن الصغير. مين ركتوفن الصغير اللي بنشوفه بالفا اوميجا وبيكمل مع شخصيات وبنشوفه بالكاتسينات؟ بنعرف انه ركتوفن مات ببلود اوف ذا ديد، فهذا مو ركتوفن بلود اوف ذا ديد، ولا ركتوفن المعركة العظمى، ماله لابس عباية، ولا ركتوفن اللي بنشوفه بكاتسين بلود اوف ذا ديد لانه عنده انبيب الدم. ركتوفن هذاك ما عنده انبيب الدم. مين هذا ركتوفن؟ شيء يعني ما ادري صراحه، جابوا لنا ركتوفن خامس على القصه ولا ايش؟ والشيء المجنون انه الشخصيات ما بيعرفوا مين هذا ركتوفن، الشخصيات مفكرين انه هذا ركتوفن نفسه اللي معهم من بدايه القصه، ما بيعرفوا هذا ركتوفن مين ومين دخل، لانه الشخصيات لما طلعوا من البوابه ببلود اوف ذا ديد دخلوا على بوابه لياخذوا الشخصيات الكبيره وبعدين راحوا على الفا اوميجا، فقدوا الذاكرة. لو تتذكروا من ما بديت بونوشيما عنا شفرات سرية بتحكي لنا انه لما تتنقل من بوابة زمنية لبوابة زمنية وشان الكلام بتفقد جزء من الذاكرة، وحتى ركتوفن قبل لا يموت حكى لهم انه ما راح تتذكروا التضحية اللي انا سويتها. فالشخصيات بألفا اوميجا ما بيعرفوا مين هذا ركتوفن، او مفكرين هذا ركتوفن معهم من بداية الرحلة، هذا نفسه ركتوفن بلود اوف ذا ديد، ما يعني ناسين انه ركتوفن بلود اوف ذا ديد مات وهذا ركتوفن غيره. فركتوفن الصغير مخيف، ما بنعرف مين هو بالضبط. وغير هيك تصرفاته جدا غريبة بألفا اوميجا، ركتوفن عادة اكتر واحد بيحكي بضل عنده اشياء، بألفا اوميجا ركتوفن ساكت ما بيحكي، يعني نادرا ما يحكي. ونيكولاي وباقي الشخصيات الصغار كمان شاكين من ركتوفن الصغير بألفا اوميجا، بضلوا يحكوا بين بعض انه ما لهم مرتاحين لركتوفن هاد. ودمسي لما يتكلم مع ركتوفن بيحكي له ركتوفن انا ما لي علاقة، روح تكلم مع نيكولاي هو المسؤول، خلاص انا ما عاد لي علاقة، انا فقط راح اساعدكم. ففي اشياء عن هاد ركتوفن. وفوق هيك نيكولاي بيحكي لركتوفن الصغير انه انا عم بكتاب الاكرونوميوم عم شوف تاريخ مستقبل وماضي جميع الشخصيات الا انت. ركتوفن الصغير ما عم شوف اي شيء في الكتاب عن مستقبلك ولا حتى ماضيك، فاي ليش كتاب كرونوميوم ما عم بيحكي شيء عن ركتوفن هاد؟ فعنا واحدة من اثنين، يا اما ركتوفن هاد عم يشتغل مع الشادو مان بشكل سري للغاية، مشان هيك شادو مان بده ركتوفن بلود اوف ذا ديد يموت مشان يبدل ركتوفن اللي مع شخصيات مع ركتوفن الجديد هاد ويمشي على حسب اللي بده اياه. لانه لو تتذكروا بريفيليشن عنا مقولة لشادو مان بيحكي فيها انه ركتوفن من احد اعز اصدقائي القديمين، او ممكن ركتوفن هاد هو نفسه الشادو مان. لو بتتذكروا شادو مان فينا ياخد هيئة انسان، بنشوفه على شكله الانسان. لو بتتذكروا لو شايفين احد اقدم الفيديوهات عندي اللي هو عالم كثولو وعلاقته بالزومبي، رح تعرفوا وقتها انه قلت انه شادو مان مبني على احد الالهة بعالم كثولو، احد الالهة الشريرة بعالم كثولو يلي فينه ياخد هيئة اي انسان. فممكن شادو مان فعليا ماخد هيئة ركتوفن هون، مشان هيك نيكولاي ما فينه يشوف اي شيء عنه بالكتاب، لانه شادو مان اقوى من الكتاب، فالكتاب ما فينه يعرف ماضي ومستقبله او شيء من الكلام. ومشان هيك ركتوفن بألفا اوميجا ساكت لانه ما يبي يتكلم، ما يبي يجيب العيد، ما بي الناس يعرفوا انه هذا مو ركتوفن. حتى بيحكي جملة ركتوفن بألفا اوميجا، بيحكي جملة، هالجملة ركتوفن المفروض ما يتكلمها، بيحكي انه اوه عندي كثير اشياء لازم اسويها، اسكر البوابات لماكسس، اشياء هي ركتوفن المفروض يقولها لما يكون بالدائرة، بس حاليا خلاص ركتوفن ما في داعي انه يسوي هالاشياء او حتى يقولها. فواضح انه شادو مان عم بيحاول يعني يمثل دور ركتوفن قدر المستطاع. هاي الشيء او هالمعلومة الصراحة نوعا ما مخيفة، بالذات انه الشخصيات ما بيعرفوا انه هاد ركتوفن مين، فقدوا الذاكرة لما طلعوا من بلود اوف ذا ديد. فيا شباب هالفيديو اليوم اتمنى يكون عجبكم، اتمنى من نهاية الفيديو لا تنسوا تدعموا الفيديو بزر لايك وشاركونا بالتعليقات ارائكم، واتمنى تشتركوا بقناتي الثانية لتشوفوا البثوث، يعني اليوم ما رح يكون في ولا بث على قناتي الاصلية، البثوث كلها على قناتي الثانية، اول لينك موجود بالوصف. وبس كان معكم شركيال بشركة كاش، كم ديها الثانية ان شاء الله، مع السلامة.